طيب بس انا ما كملتش الكلام، بس انا ما كملتش الكلام معلش. ما طيب معانا المهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان للشؤون الفنيه. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. كويس ان سيادتك معانا تقول لنا العاصمه. انا سمعت خبر عايز اتاكد من سيادتك انه احنا مدينا خط ميه للعاصمه الاداريه واتكلف 180 او 280 مليون، الرقم ده صحيح او الخبر صحيح؟ احنا الخبر صحيح. احنا دلوقتي شغالين في خط ميه حضرتك يخدم العاصمه الاداريه المرحله الاولى عشان الانشاءات، وفي المرحله الاولى حضرتك جاي من محطه العاشر من رمضان ان شاء الله يخلص في اخر ديسمبر واول يناير ان شاء الله رب العالمين. والرقم 280 ده صحيح؟ لا يعني مش هيوصل للرقم ده، اقل من كده حضرتك. يعني كام يا فندم؟ يعني حوالي يمكن 220 230 مليون. طيب عندكم خطه لانشاء المساكن هناك في طبعا في العاصمه؟ يا فندم ان شاء الله رب العالمين في المرحله على 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 نفقه مين بقى هيتم الانشاء؟ احنا حضرتك النهارده حضرتك هي فكره العاصمه الاداريه حضرتك قايمه على على ده على على استثمارات حضرتك. الجزء الاكبر انت عارف حضرتك هيئه المجتمعات دي هيئه اقتصاديه، كل الشغل بتاعها حضرتك هي هيئه يعني هيئه اقتصاديه، فهي لما بتصرف بالتوكيل الكلام ده كله استثمارات عائد استثمار. يا فندم احنا بنتكلم على العاصمه الاداريه مش بتكلم. انا عارف ان العاصمه هتبقى فيها ان شاء الله ربنا يساعدنا ويكرمنا بان هيبقى فيها استثمارات كبيره جدا. يا فندم هذا امر انا بتكلم على المباني الاداريه، يعني المستثمر هيبني وزاره الزراعه؟ لا يا فندم دي كلها حضرتك المباني الحاكم الحكوميه متحمله في دراسه الجدوى حضرتك على 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 الاستثمارات اللي هتعود من هناك وبيع الاراضي او المشاركات اللي هتحصل حضرتك يا فندم. برضو حضرتك اشرح لي يعني مين هيجي مستثمر ياخد يعني أرض. حضرتك النهارده بالظبط حضرتك احنا النهارده حضرتك عاملين دراسه جدوى حضرتك التكلفه المرحله الاولى بالكامل معمول دراسه ليها حضرتك، المباني الحكوميه معمول التكلفه بتاعتها في المرحله الاولى هتتبني، وهذه التكلفه حضرتك محمله على بقيه المشروعات الاستثماريه اللي هتطرح في هذه الفتره في المرحله الاولى، وبالتالي حضرتك المشروعات الاستثماريه دي هي اللي هتغطي تكلفه المباني الحكوميه. يعني انت هتاخد واحد هياخد ارض يعمل مثلا منتجع سياحي مثلا بالظبط يا فندم هيدفع فيه مثلا 2 مليار مثلا مظبوط مثلا. ايوه يا فندم ايوه يا فندم مع حضرتك هتبني انت بيهم وزاره الزراعه والصناعه والتجاره وكده بالظبط بالظبط يا فندم بالظبط. فاحنا معمول دراسه جدوى حضرتك كل مرحله حضرتك هيتبني فيها ايه والتكلفه بتاعتها والعائد بتاعها ان شاء الله رب العالمين. طيب مين اللي هيسفلت ومين اللي هيبني الكهرباء ومين اللي هيعمل كل الاجراءات والجناين والبتاع دي كلها تبعكم برضو تبع الدوله؟ بالظبط معايا في البدايه حضرتك في جزء استثمارات حضرتك لو حضرتك امبارح في مجلس الوزراء احنا اخذنا حضرتك يعني موافقه في مجلس الوزراء ان هيئه المجتمعات تقوم بصرف التكلفه اللي هي المبدئيه اللي هي تجهز هذه الاراضي بترفيق هذه الاراضي زي خط الميه زي خط الصرف حضرتك اللي هيتعمل زي محطه بالنسبه للكهرباء حضرتك في محطه كهرباء اللي هي واحده من ثلاث محطات الكبار اللي الدوله كانت وقعتهم مع شركه سيمنز هتتعمل في المنطقه هناك حضرتك، وبالتالي حضرتك في خلال فتره وجيزه يمكن ست شهور هتكون الاراضي مجهزه بالترفيق حضرتك وهيكون الشغل موجود في الموقع عشان نبتدي نتكلم مع المستثمرين نبتدي يخشوا معانا في هذه المشروعات حضرتك. كويس. طيب الاراضي اللي هنا بقى يعني انتوا هتبنوا وزاره الخارجيه هناك؟ بالظبط يا فندم. مبنى وزاره الخارجيه اللي في القاهره العظيم دوت هيروح فين؟ كل ده حضرتك بيدرس حضرتك البدائل بتاعته حضرتك هل هيطرح للبيع هل هيطرح للاستثمار، يعني بعد ما يتبني المبنى ده كل الوزارات حضرتك هتستغل المباني بتاعتها ما يصلح فيها حضرتك هيصلح للبيع او للاستثمار لو ليه عائد استثماري حضرتك، او لو في مباني كثيره حضرتك كانت مباني حقوق يعني متاجره هتعود تاني للملاك بتاعتها حضرتك. هتعود تاني مأجرينها دي حاجه تانية بالظبط اللي هي الحاجات الحكوميه. طب وبالنسبه للسفارات يا فندم؟ بالنسبه للسفارات حضرتك حسب احنا بندي ارض حضرتك حسب الاتفاقات المتبادله، لو كانت السفاره يعني لو احنا في نفس الدوله كانت منحه للسفاره المصريه ارض بالمجان هندي ارض بالمجان، لو كانت السفارات حضرتك منحه اراضي بمقابل هنعرض عليها اراضي بمقابل. يعني انت مثلا اي سفاره هتديها ارض هناك تاخد الارض اللي هنا؟ يعني لو لا لا لو لو مش بتملك المبنى حضرتك انا في سفارات حضرتك برضه مأجره مبانيها، في سفارات بتملك حضرتك. طيب هنا لو نقلنا ان شاء الله يا فندم المهندسي السفارات الوزارات كلها هناك هتبقى كلها هناك ولا هيبقى جزء منها ولا ايه؟ لا بص حضرتك في المرحله الاولى حضرتك مش كل السفارات، المرحله الاولى احنا ان شاء الله تارجت حضرتك لا بتكلم على الوزارات، انا متاسف انا بتكلم على الوزارات. انا بتكلم حضرتك على الوزارات، ما انا بتكلم حضرتك على الوزارات، احنا المرحله الاولى حضرتك اللي مخطط حضرتك من 6 ل7 وزارات حضرتك ان هم يتنقلوا المنطقه اللي هناك حضرتك.
في المرحله الاولى اللي هي طيب اللي هي موظفين الوزارات دول بقى هتعملوا فيهم ايه؟ دي حضرتك هيبقى في نوعين حضرتك من الموظفين حضرتك، مش كل الموظفين حضرتك اللي موجودين حاليا هيتنقلوا، في موظفين هتفضل موجوده حضرتك هنا في الاماكن دي، وفي موظفين هتنقل حضرتك. يبقى اذا احنا بقى ايه عملنا فرع لوزاره الزراعه مثلا؟ لا هيبقى ليها زي مقر صغير هناك، المقر الاساسي هناك حضرتك، لان وهيتبني هناك حضرتك، احنا بنبني النهارده حضرتك كل انواع الاسكان حضرتك بالكامل. وبيدرس دلوقتي حضرتك سواء ان احنا هيبقى في اسكان للعاملين او هيبقى عن طريق المواصلات حضرتك، ان احنا طبعا هنمشي مواصلات عامه من اول يوم ان شاء الله اللي بتدرسها، بحيث الناس لما تتحرك هتكون المواصلات العامه مش زي المشاكل اللي عندنا حاليا موجوده من اول يوم. هو سيادتك بتدرسها ولا ده كان في دراسه الجدوى وانتهى امره يعني؟ خدي حضرتك احنا الدراسات حضرتك احنا خدي حضرتك احنا النهارده حضرتك في من احد الدراسات لو حضرتك تعلم القطار اللي هتقوم بيه الصين حضرتك اللي هو جاي، او الترام السريع اللي هو جاي من مدينه العبور وداخل على الشروق على بدر على العاصمه الاداريه حضرتك، ده خلاص يعني تم توقيعه حضرتك بالاحرف الاولى مع في زياره سياده الرئيس لما كان في الصين حضرتك، والدراسات النهارده الفنيه تقريبا تكاد تكون منتهيه، ويمكن في خلال شهر او 45 يوم هيبتدوا التنفيذ بهذا الخط يعني. طيب يا باشمهندس انا بشكرك شكرا جزيلا. في بس سؤال يا استاذ خالد، باشمهندس خالد تحت امرك يا فندم. انتوا قلتوا هتطرحوا اراضي للبيع للمصريين العاملين بالخارج او اللي جوه، في اراضي لسبع مدن اظن حاجه زي كده. للمصريين في الخارج يا فندم، دي مرحله جديده حضرتك من مرحله من مشروع بيت الوطن لو حضرتك تتذكر. المشروع ده كان بيستهدف العاملين في او المقيمين في الخارج والعاملين، وده حضرتك كان قطع اراضي بنطرح حضرتك، طرحنا مرحلتين وتم التقدم بطلبات كثيره من المصريين في الخارج، وده برضو حضرتك العائد بتاعه بيبقى عائد بالدولار يعني بتبقى الدوله في احتياج ليه، فاحنا ان شاء الله حضرتك النهارده في حوالي 4600 قطعه هيطرحوا يمكن قبل شهر قبل نص نوفمبر ان شاء الله، احنا بنجهز الرسومات دلوقتي في سبع مدن في الصعيد. طيب انتوا ليه حضرتك عاملينهم بس للمصريين في الخارج، واللي في الداخل ليه ما يشتروش؟ لا اللي في الداخل حضرتك احنا عشان دول مطروحين بالدولار حضرتك، وبالتالي حضرتك انا مطرح بالدولار عشان الناس اللي موجودين بره كان يحصلوا على الدولار، لو طرحت بالدولار هنا بالداخل حضرتك هيحصل التكالب على الدولار طبعا هيحصل ازمه. لكن انا بطرح حضرتك ما يوازي بالجنيه المصري، يعني حضرتك النهارده انا عندي مش بطرح بس المصريين في الخارج، ولكن بطرح في الداخل حضرتك بالجنيه المصري زي ما حضرتك تعرف المزادات اللي احنا تمام كل تمام فتره واراضي القرعه. طيب والاثنين في وقت واحد. على كل حال انت اسعدتني ببعض الاجابات، واتمنى ان يبقى في تواصل بيننا بحيث ان احنا نجيب على كل تساؤلات الناس. انت اسعدتني باجاباتك ديت، ما طمنتش بس ساعدت انه يعني ايه المسائل تحت الميكروسكوب عندكم، فده شيء كويس جدا. مهندس خالد عباس مساعد وزير اسكان للشؤون الفنيه، كويس هو جاوب على بعض الاسئله، واسالوا زي ما انتم عايزين ويقولوا لنا ونقول للناس والمسؤولين يجاوبوا ونروح ونيجي ونفكر ونعمل، ده كله شيء كويس. لانه في سؤال تاني كبير بقى قوي، العاصمه بكل مسؤوليها الكبار والمتوسطين والصغار موجودين في العاصمه، وهذا هو حل العاصمه زي انتوا تعرفوا اكتر مني. يا ترى لما يخرج منها الكبار هيبقى حل عامل ازاي؟ بص بقى على طنطا ودمنهور وبني سويف وبتاع وقول لي بقى، كلمني ايه اللي هيحصل. لازم ده كمان يتعمل له خطه اعمار القاهره القديمه والشوارع تتوضب والدنيا، عشان ما تبقاش القاهره دي يعني انتوا عارفينها اكتر مني فيها حاجات تحف يعني، فتبقى مدينه اثريه ما فيش مانع، العاصمه الاثريه العاصمه القديمه ما فيش مانع اطلاقا، ما حدش معترض على الفكره خالص. لكن لابد في دراسه الجوده اللي بتتعمل، اذا كانت الارض هناك هتجيب 10 مليار يبقى لازم في اعتبارنا واحنا بنحسب ان احنا نصرف عليها 8 ونجيب 2 يتعملوا للقاهره هنا. ما نسيبش القاهره كده لانه ما ينفعش، القاهره دي تاريخ وحكايه واثار واهرامات وابو الهول ونيل ويعني دنيا كبيره جدا. فيا ريت برضه يكون في حسبه المسؤولين وما بيحسبوا هنجيب 10 نشيل 2 للقاهره. نجدد القاهره ونوضب وبتاع عشان ما تبقاش مدينه مهمله. وبعدين انا امبارح بقى ايه فاتيت بقى في حكايه الزمالك ديت وانا ما بتعمل يعني